وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. النبي حينما سألوه أن يبعث لهم ملكا لم يشأ أن يقول بعثت لكم ملكا، وإنما أراد أن يربب الاحترام في المبعوث بأن المسألة ليست باختيار منه، وإن كنتم قد فوضتموني في أن أبعث لكم ملكا فأنا أريد أن أصعد أمر مهابة هذا الملك لا إلي ولكن إلى ربي. فقال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قولهم أن يكون له الملك علينا فيه عدم انسجام مع الخبر، لأن نبيهم قال لهم: إن الله قد بعث عليكم ولا لكم؟ يبقى مبعوث لصالحكم. هم حينما لاموا القرار قالوا: أما يكون له الملك علينا، فخدوا المسألة على انه جاي السيطر عليهم، ده هو جاي لصالحكم لانكم انتم اللي طالبين ان يقودكم في الحرب والمعركة، اذا فامر الاختيار الملكي ليس عليكم ولكن لكم. يبقى انتوا نقلتوها ليه كده؟ نقلتوها النقلة البايخة دي ليه؟ ما شاء الله. أن يكون له الملك علينا، هو أنا بعته ملك عليكم؟ ده أنا بعته في حسابي لكم، فكان يجب أن كنتم تخدم ده في حسابي لك ولا في لكن لا في حسابي، لكن التلكؤ أمر طبيعي. شيء آخر أنه يدل أيضا أن يكون له الملك أن طالوت هذا لم يكن من الشخصيات المشار إليها، الشخصيات المشار إليه. ليه؟ لأن عادة حين يحزب الأمر جماعة من الجماعات أن تفكر في من يقود بتبقى في أشخاص لمعة كده من الممكن أن يقع عليها الإيه؟ الاختيار من الممكن، ولكن ده دليل على أنه جه من غمار الإيه؟ من غمار القوم، بدليل أنه أن يكون ولم يؤتى، وده جاي لنا منين ده؟ يبقى إذن ده يدلنا على أن الناس حين يريدون وضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف ولكن المناسب لنفسه، مناسب لنفسه، بدليل أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أنا هو الملك جاي غطرسة؟ هو الملك جاي كبرياء؟ ولذلك يجب أن يتنبه الملوك جميعا ومن في حكمهم إلى أن الملك يجب أن يكون للرعية لا عليها، يجب أن يكون للرعية لا عليها. نعم. ما دام طالوت ده راجل من غمار الناس، ده يدلك على أن الحق يريد أن يضع قضية. حين تريد الاختيار اياك ان يغشك حسب او نسب او جاء، ولكن اختر الاصلح اللي هم اهل الايه؟ اهل الخبرة، مش اهل الايه؟ مش اهل الثقة، اهل الخبرة مش اهل الايه؟ الثقة. ثم تعالوا القضية اللي انتم طالبينها عشان يقودكم ويبقى ملك، تعوز حاجة من اتنين، عايز رجل جسيم ورجل عليم، وانا اخترت جسيم وعليم. الله. انا اخترت ايه؟ جسيم وعليم. وعليم جسيم كده من مهابة كده، مفهوم؟ وعليم ان الله. وبعدين قال ايه بعد؟ شوفوا شوفوا بقى القرآن الاول: ان الله قد بعث لكم، مش كده؟ وكلمة بعث ما جرحتش الباقي في انه احسن منهم، انما لما حصل فيه لجاج قال ان الله اصطفاه عليكم. الله. حصل ايه؟ لجاج بقى نقول لهم لا، هنقولها لكم بقى
ان الله ايه اصطفاه عليكم. كنتم الدريين والمساله مدريه، انما مدام بقى كانه لا يوجد فيكم، ان وجد فيكم اهل البسطه والجسامه ما يوجدش فيكم اهل الايه اهل العلم، ان الله ايه اصطفاه عليكم. وزاده بسطه، يعني كلمه وزاده كأنه كان يجب أن يكون مجرد اصطفاء الله ترجيحا لوجوده، فما بالك وقد زاده بسطة في العلم. يعني علشان حتى يسد الزريعة بتاعتكم، يعني مع أن مجرد اصطفاء ربنا كان إيه، كان كافي إن شاء الله يكون قميء، إن شاء الله يكون أي حوى اصطفاء، لكن برضو اصطفيته وزاده بسطة. ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم. شوف بقى حرقة الله. وزاده بسطة في العلم والجسم، ودي المؤهلات الذي ايه اللي تريدونها الآن. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء. ما تفتكروش ان انتوا اللي هترشحوا لي الملك، اني انتوا طلبتوا من ان انا ابعت ملك، سيبوني انا بقى بمقاييسي اجيب الملك الايه المناسب. والله ايه، والله واسع عليم. معنى واسع يعني عنده لكل مقام مقاله ولكل موقع رجله، عنده اتساع، عنده ايه اتساع، وعليم وخبير وعارف ده يصلح لدي وده يصلح لدي وده يصلح لدي، مش عن ضيق، مش عن قلة رجال، مش عن قلة خبرة، مش عن قلة علم. وقال لهم نبيهم إن آية، ما دام حصل في لجاج كده يبقى اللجاج دائما لون من العناد، لا ينهيه إلا الأمر المشهدي المرئي الذي يلزم الحجة بقى، اللي ينجيب له بقى معجزة بقى، نجيب له ايه معجزة. ما دام المسألة وصلت كده ولا استقبلوش الامر الله، لو استقبلوا امر الله متأكد انت. قال آية ملكه، آية ملكه يعني علامة انه ملك وان الكلام ده صحيح. شوف ادب النبوة حتى، مع انهم هم رايحين للنبي يقولوا ابعث لنا ايه ملك، وقال ان الله ايه وجاب لكم، ومع ذلك قال حنجيب لكم علامة عشان ايه عشان تصدقوا، مع ان كان الاصول والمنطق ما دام راحوا له على انه نبي انهم ما يدخلوش وياه في هذا اللجاج ولا في هذا الجدل. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ما دام حصل لجاج عايزين علامة، قال والله العلامة ان يأتيكم التابوت. لازم كلمة أن يأتيكم التابوت ناخد منها حاجتين، أن التابوت كان غائبا ومفقودا مش كده، وأن التابوت ده أمر معروف الكل إيه، وكأن في تلهف على التابوت ده يجي، يبقى في ثلاث إيه دلوقتي ثلاث حاجات. يأتيكم التابوت يبقى التابوت مفقود خلاص، والتابوت معروف لهم مش كده، وفي تشوف على انه ايه. فما هو التابوت؟ التابوت ده ورد في القرآن في حتتين، الحته دي والحته اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه.